فجأة فهمنا أنه تغير كل شيء. فجأة فهمنا أنه انقلبت الأيام. يلي كان مهم بطل مهم، ويلي كان كبير صار صغير، والصغير صار كبير، ويلي ما كنا نشوفه صرنا نشوفه، ويلي كان كثير مبين وظاهر بطلنا نشوفه. فجأة صرنا نطلع لداخلنا ونشوف انه حرية انه اهم شيء الحياة، انه الحياة بتعلمنا نحب، انه الحب بخلينا نعيش، انه الحب كمان ما عنده حدود. بالعشاء الاخير قام المسيح وغسل اجرين تلاميذه وقلب الايام وغير المعايير. والمسيح قال وبعده قال البابا فرانسيس: انا جيت تاخدم مش تانخدم، وتاعطي حياتي للاخرين. ونحن اكتشفنا انه السلطه الحقيقيه هي بس نودع نفسنا لخدمه الاخرين، مش بس نودع الاخرين تحت امرنا. والمسؤول الحقيقي هو يلي بينظر للمصلحه العامه مش لمصلحته الشخصيه، هو يلي جاي يعطي مش جاي ياخذ. فجاه فهمنا انه لازم نرجع للانسان، لكرامه الانسان، لعلاقه الانسان بالارض، لاحترام الارض. نرجع لنظرتنا للانسان، نظره حنان، نظره تواضع للانسان، لكل انسان شو ما كان، لان بكل انسان فينا نتعلم ونشوف وجه الله. فجاه اكتشفنا انه اهم شيء نرجع لجذورنا ونرجع لايامنا ونحافظ عليها، بس ننفتح للاخرين وما نسكر على حالنا، لان عندنا رساله. وبسبب وجودنا اليوم بهالمكان بالعالم، رسالتنا هي للبشريه، لخدمه البشريه. من هيك نحن محظوظين. وهلا شو بنعمل؟ لازم هلا نقوم ونمشي بضعفنا بجراحنا، نمشي ونبين للعالم انه اهم شيء صرخه الحياه، اهم شيء الانسان.